بعد ذلك بقوم بربط شاشة ثلاثي الأبعاد بشاشة ثنائي الأبعاد من خلال تبويبة الفيو. بقوم بتفعيل هذول الأدوات تحديدا المركز مع المقياس. بقدر أنا هذا المشروع أمسكه أضغط عليه أحطه بهاي الزاوية، صار عندنا هيك خريطتين. أقوم بتعطيل هدول الأدوات، فأنا هون بتحكم في هاي الخريطة، بجعل هاي الخريطة برضه بتحكمها كل وحدة بشكل منفصل. قمت لاير، إذا بدي أقوم بربط الخريطتين مع بعض بروح على الخريطة الأصل أو الموجودة عندي هون، مجرد تفعيلهم بيتم ربطهم مع بعض. لازم ضروري يكون تفعيل هدول الأدوات. نستكشف البيانات، مثلا في عنا المنطقة هون، هاي البناية ثنائية الأبعاد، وهون بتقابلها بناية ثلاثي الأبعاد. هاي مقدمة أساسية وسريعة عن الرفع ثلاثي الأبعاد، وفي الأيام القادمة راح يتم التطرق لأمور متقدمة في الرفع ثلاثي الأبعاد ولأكثر من طبقة. أيضا في عنا موضوع مهم جدا اسمه الأتريبيوت رول. أنا بقدر أحط قواعد سمات، يعني في عنا لما نفتح الأتريبيوت تيبل لأي طبقة، نروح على طبقة الأحياء، في عنا مجموعة بيانات بقدر أتحكم بالقيم الموجودة في طبقة الأحياء أو أي طبقة موجودة عنا. مثال على ذلك الأكواد، أنا بقدر أقوم بإضافة حقل نسميه كود، طبعا نختار نوع الحقل نص، نعمل سيف. تم إضافة حقل جديد على طبقة الأحياء، هذا الحقل اسمه كود. الكود من إيش بتكون؟ بتكون من رقم البلد زائد رقم الحي، يعني مثلا الكود الخاص لهذا الحي بيكون هذا الرقم شحطة رقم واحد. طبعا كيف بقدر أجي أعمله؟ من خلال حساب الحقل الكالكوليت فيلد، نختار لغة البرمجة. طبعا الـ RGS في أكثر من لغة، أهمها البايثون والأركيد. راح نكون في بناء الكود من خلال هذا اللغة، نحكي له إنه الفيليج نو زائد، نضيف شحطة زي هاي، زائد رقم الحي، اضغط على موافق. نلاحظ انه الكود تم بناؤه، بتكون من حقلين، الحقل الاول village number والsector number. فانا بدي اقوم بوضع قاعدة على هذا الحقل بحيث يتم بناء هاي القاعدة بدون استخدام الفيد كالكوليت. نروح على الطبقة، نحددها، نعملها رايت كليك، نعمل داتا ديزاين، نروح على اتريبيوت رول، نفتح عنا هاي الواجهة، نعمل اد رول، اسم الكود الحي، الوصف نقدر نحكي انه يتكون الكود من رقم البلد مع رقم الحي. هذا الخيار نتركه زي ما هو الخاص بالسبتايب. نروح على الفيلد اللي هو الخاص الاسم كود، ضروري جدا نشيل هاي الإشارة لأنه في حال بناء قاعدة وهاي إجبارية، يعني هاي النقطة الحمراء، يعني ضروري نكتب إكسبريشن معين لهذا الحقل عشان ما نقدر نعدل، ما يصير في تضارب في القاعدة. فإحنا بنشيل الإدت عن هذا الحقل، نكتب الإكسبريشن اللي إحنا بدنا إياه اللي هو، طبعا الاتريبيوت رول ما بتعمل الا بلغه الاركيد. في عندنا اكثر من لغه برمجه اللي هي البايثون 3 وهي اللغه الاركيد، كل لغه لها تعبيرات معينه او جمل معينه. فبنحكي له الفيليج نمبر زائد هاي الاشاره او هاي الشحطه زائد السيكتور نمبر، نتحقق من هاي الجمله طلعت صحيحه. طبعا في حال احنا كتبنا جمله غلط، عملنا تحقق بعطينا انه في خطأ معين، فضروري نكتب
هاي الجملة بهاي اللغة بالطريقة الصحيحة. نعمل أوكي. وقتاش تتحقق هاي القاعدة؟ عند الانسيرت وابديت وديليت، يعني لما أقوم بنسخ أو لصق أي معلم جديد أو إنشاء حي جديد بيتم تفعيل هاي القاعدة، وعند تحديث البيانات أيضا بيتم تطبيق هاي القاعدة، وأيضا إذا أيضا عند حذف أي حي بيتم تطبيق هاي القاعدة. نترك باقي الخيارات ديفولت زي ما هي فاضية. نعمل سيف. أعطاني إيرور. ليش؟ لأنه هاي الطبقة السيكتور يجب تفعيل الجلوبال اي دي. من شروط الاتريبيوت رول انه يجب على اي طبقه بدنا نعملها اتريبيوت رول يكون مفعل لها الجلوبال اي دي. كيف بنفعل هذا الجلوبال اي دي؟ بنروح على الطبقه بقاعده البيانات اللي اسمها سيكتور، رايت كليك، نعمل مانج، بنفعل خيار الجلوبال اي دي، نعمل اوكي. اذا فتحنا الاتريبيوت تيبل للسيكتور بنلاحظ ظهر عندنا حقل جديد اسمه Global ID. عند تفعيل هذا الخيار وكتابة القاعدة بالشكل الصحيح بنعمل Save، اجانا لون اخضر، يعني تمت القاعدة بنجاح. نرجع لهاي الطبقة، نعمل Attribute Open Attribute Table، موجود عندنا الحقل وكل شيء تمام. عندنا اول قيمة هاي ما موجودة، رقم واحد، بنحط مثلا 99، بنشاهد تغيير الرقم هاي 15. إذا قمنا بتغيير الحقل الخاص بالفيليج نمبر بنخليه 4 8، بنلاحظ انعكاسه مباشرة. هاي أول طريقة للأتريبيوت رول. في عنا طريقة تانية بنطبقها على طبقة الأراضي أو قطع الأراضي بخصوص النص، بخصوص اسم الحي. أنا عندي 4 أحياء، لما يكون كود القطعة يساوي حي معين بتم كتابته بالشكل الصحيح. نروح بالبداية بإنشاء حقل جديد. طبعا إضافة الحقل عندي غير مفعلة. ليش؟ لأن قمت بالتعديل على البيانات فيجب عمل سيف عشان أقدر أضيف أي حقل. أي ندخل على إضافة الحقل ونكتب الحقل سيكتور كود. الكود طبعا مش من نوع ارقام. اذا بخلي النوع لونج او شورت ما بقدر اضيف نصوص، فقط بضيف ارقام، لكن التكست بقبل نصوص بقبل ارقام. نختار تكست والحجم تبعه 255 حرف، نعمل سيف. بقوم انا ببناء كود الاحياء، رايت كليك، فيد كالكوليت. طبعا هاي الجملة تم كتابتها قبل قليل، بدي أقوم بإلغائها. نختار رقم البلد زائد، نحط هاي الإشارة زائد سيكتور نمبر، نعمل أوكي. ظهر عندنا كود الحي. بدنا نستخدم هذا الكود في الأتريبيوت رول. نبلش من الحي الشمالي، بعديها الجنوبي، الشرقي والغربي. نقوم بعمل سمرايز على هذا الحقل عشان نعرف التكرار لكم من حي في عنا في هذه الطبقة. نختار الحقل سيكتور كود، نوع الإحصائيات يونيك، يعني قيم فريدة، نعمل أوكي. نفتح هذا الاتريبيوت اللي ظهر عندنا من هاي ادوات، من اداه التحليل ظهر عندنا 4 اكواد، كل كود بيمثل لنا اسم حي. بنروح على طبقه القطع الاراضي وبنعمل داتا ديزاين، وبنروح على اتريبيوت رول، نعمل اضافه قاعده نسميها اسم الحي بالعربي، نكتب وصف معين او نتركه فاضي، ونختار الحقل اللي هو سيكتور ايه، اسم الحي بالعربي. ما بدنا نعدل على قيم هذا الحقل، التعبير اللي لازم نكتبه احنا نكتبه بهاي الطريقة، كيلو وين
نفتح قوس، نختار الحقل، الكود، السيكتور كود يساوي، نكتب هاي الإشارة، نكتب أول خيار اللي هو 30 17 35 شحطة واحد، بنسكر هاي العلامة. يعني إذا كان هذا الحقل يساوي هاي القيمة نعطيه فاصلة. يعني بعدها اكتب لي، نفتح هاي الإشارة، الحي الشمالي، ومنسكر هاي الإشارة أو هذا القيمة. نعمل كمان مرة فاصلة، بنسخها 4 مرات لأنه في عنا إحنا 4 أحياء. والسطر الأخير بعد الأربعة نكتب نال، ونسكر القوس. ليش كتبنا نال؟ لأنه في حال ما كانتش القيمة موجودة، يعني في عنا 4 قيم، إذا ما كانت القيمة هاي وهاي 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 القيمة، الـ4 قيم، يتم كتابة نال. بعد ذلك نتأكد من الأكواد، الكود الأول رقمه 1، الكود الثاني رقمه 2، بعدين عندنا 3، بعدين عندنا 4، الأول الشمالي، الثاني الجنوبي، الشرقي، الغربي. نتحقق من هذا الكود، نعمل أوكي، واكتشف نكون بتنفيذ هاي القاعدة عند إضافة أو نسخ أي معلم جديد، وعند تحديث المعالم وعند حذف المعالم. في عنا هذا الخيار نقدر إحنا نعطل القاعدة، لكن نترك جميع الإعدادات كما هي، نتأكد من جميع المدخلات الأساسية موجودة، بنعمل سيف. نرجع على طبقة قطع الأراضي، نعملها أتريبيوت تيبل، ونتحقق من نتيجة هاي القاعدة اللي كنا بإنشائها. طبعا القيم هاي انا موجودة عندي من اول، لو اجي اضغط عليها دبل كليك بقدرش اعدل عليها ولا اشي، لكن مثلا رقم البلد بقدر اعدل عليه. لو قمت بتغيير النتيجة الموجودة في الكود هون من رقم 1 لرقم 4، يتم عكس او تغيير اسم الحي، صار عندنا الحي الغربي. بنرجع بدل رقم 4 رقم 1، هي صار الشمالي. بدي اكتب قيمة مش موجودة في التعبير اللي هو مثلا حي رقم 5، ما في عندنا حي رقم 5، اعطاني قيمة نل. وبنفس الطريقة اللي عملناها على طبقة الاحياء، بقدر انا ابني قاعدة عشان ابني كود للارقام. ما بدي احفظ القيمة اللي انا قمت بتعديلها، بروح على هذا الخيار، برجع جميع القيم بدون حفظ.